سامي جيسبر كلكم تكونوا مزيانين. مرحبا بكم في لا دوزيام بارتي ديال لو فلوغ ديالنا ديال مراكش اللي هو ان كونسيبت ديال ان فواياج لمراكش بوحدي واللي ما غادي نكون فيه مع حتى حد من غير صاحبتي اللي غنتلاقاها بيان سيغ في مراكش. ولكن هذا الفواياج هذا نعتمد فيه على راسي وبغيت ندور فيه مراكش. يعني هاد الفيديو هادي غتكون فيه يومين ديال دوران في مراكش من الاول حتى التالي وغتشوفوا مراكش كي نقدروا نديروا ندوروا مراكش في يومين ونشوفوا داكشي كامل اللي في مراكش واي حاجه كاينه في مراكش. يعني اللي باغي ياخذ فكره على مراكش وباغي يعرف كي نديروا ندور ولا البيدجي اللي خصنا باش ندوروا في مراكش يتفرج معايا في هاد الفيديو هادي واللي غنبداوها من حدا جامع الكتبيه اللي كتشوفوا. ويلا ندوروا في مراكش. الحالة جيني ما تصور تسلم الوالد قول لي انا كنصور فلوغ واش سي بوسيبل نحطك في الفلوغ؟ نعم كنصور فلوغ في يوتيوب واش سي بوسيبل؟ احتني قال بغيت نمشي معاك انا نمشي معاك نمشي معاك مرحبا ثانية اختي انا صحة وراحة سلمي على بابا تكتب د عرب اقرا صافي الا بغيتي تشوفني تبان صافي مرحبا جامع الفنا شدينا الطريق باش نمشيو لاوتاكوس واللي هو عنده احسن تاكوس في المغرب باش نمشيو نذوقوه لاول مره ونشوفوه كي داير. يلا نمشيو. عادي واحد ولا يتعلم حاولت انا ما نهضرش بزاف مي بلوتو نوريكم شنو المهم دوركم مراكش شي شويه معايا سيت سلام ومرحبا بكم في فلوغ جديد ونهار التالي اللي هو اخر نهار تاع الفلوغ ديالي في الفواياج ديال مراكش وهذا النهار عاوتاني خارجه بوحدي هذا النهار ما معايا حتى حد وغنمشي نتلاقى خويا باش ندور انا وياه ان شاء الله وامشي انا وياه نشوفوا لي جاردان ماجوريل و اللي ما عرفهمش فينهم لحد الان ما بغا نمشي نشوف نشد طاكسي ولا شي حاجه لي جاردان ماجوريل و يلا نديكم معايا نحاول ما نهضرش مي بلوتو نوريكم شنو غنشوف يلا الكلينكس كنصورك في الفلوغ قول سلام وهايو
باش كتقول دابا كونيتشيوا اتاشيوا دويا كيوا شنو هادشي شكون هذا انت كيسميتو دويا كي هذا سريمي هذا الرز صبرت انت غوهان سميتو لا سميتو الرز وهادو كرانشي وهادو كسوش وهذا زاك كل يلا هزيها شوف واش كتعرف هادي حاره كل هزيها لي هزيها كلها هيا طيحه يلا تعب ويت ما نطيحهاش لا خصك تهزيها بهاديك بلاش نو سي امبوسيبل سي امبوسيبل اوكي مبغاتش نو هادي صعيبه شي ما كتعرفيش المهم ما مشيتش ما مشيتش للجاردان حيت المهم ما كانش المهم ما بقيتش مع من نمشي ما مشيتش بوحدي داكشي كنت انا مشيت مع صاحبتي ولا مع خويا المهم يعني حتى الغدا حدا نمشي سينو دابا جيت لستاربكس ستاربكس خديت شوكولا شو موفين ونقص ناكل المهم نقص شويه هنايا وعاد نشوف شنو ندير ابخي التربيحه فريمون بزاف هاد النهار شطيت بون بعد النهار هذا هو النهار التالي خرجت في الصباح مشيت للمرجان تقضيت شي حاجات وجيت ما مشيتش لي جاردان ان شاء الله حتى لشي فواياج اخر وصافي دابا داخله بحالي للدار باش نجمع ساكي حيت عندي طران مع الجوج ان شاء الله يا اكرام اللي كتصاوب ميني بيتي ارامي جينا قبل نص ساعه قطعنا وطلعنا وخا هكا كثرنا الكلام والناس ما لاقينش فين يجلسوا ما فهمتش انا هاد البشر وكتلقاهم لداخل جالسين وشادين بلاصه واحده اخرى اللي هي خاويه ما فهمتش انا هاد البلاد هادي فهمتي انت تحت ما فهمت هنا كنكون وصلنا لافان ديال لا فيديو لافان ديال الفلوق ديالنا اللي جيسبر يكون عجبكم الفلوق داز زوين وكنتمنى يكون وصلتكم الفكره ديالي ونكون فدتكم ولا وشبيه بشنو يمكن لكم تشوفوا في هذه مدينه مراكش ومدينه مراكش مدينه زوينه غير تاكسيات ما كاينينش بزاف المهم ابار جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو وان شاء الله فيديو شاك ديماش مع كل حد في الصباح غتكون فيديو جديده وغنبدا واحد لا سيري ديال واحد الفيديو جدادين بزاف واللي غيعجبكم بزاف ما تنساوش تقولوا لي شنو تبغيو تشوفوني كندير لي فيديو اللي تبغوني نشوفهم كندير وما تنساوش تتبعوني فيسبوك انستغرام وسناب شات سورتو سناب شات حيت هو اللي كنحط فيه الجديد ديما واللي غادي تشوفوا فيه دي تروك اللي قبل ما نحطهم في لاشين ديالي يوتيوب وكنتمنى تكون عجبتكم ما تنساوش تابوناو الا كانت عجبتكم لا فيديو وخليوا لي بوس لايك الا عجبتكم لا فيديو باش نزيد ندير بحالها سورتو تابوناو باش يوصلكم الجديد وبركوا على داك الجرس اللي حداه سورتو باش تشوفوا الجديد ان شاء الله فوق داك الساعات فاش كيخرج يلا ونتلاقاو في اون فيديو كنبغيكم كيف ما كتبغيو.